أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم توزيع الكتيبات أو المطويات الشرعية في المقبرة؟ وما حكم من فعل ذلك ونيته أنها وقف للميت؟ ما يجد مكان للتوزيع إلا المقبرة، ما هي محل توزيع المقبرة. اللي بيوزع يوزع في المدارس، يوزع في المساجد، يوزع في الدوائر بعد أن يؤذن له. ما في كل شيء يوزع، قد يكون فيه شيء ما هو طيب، عثر على أشياء كثيرة في المطويات غير صحيحة، فلا بد أن يكون مأذونا من قبل المراقبة أو من قبل الإفتاء بأنها صحيحة وليس فيها ملاحظات. ولا توزع في المقابر، توزع في الأمكنة غير المقابر، لأن المقابر ليست مكان توزيع، وإنما هي مكان دفن وانصراف بعد ذلك.